سالم خذ فياض اطلعوا لبرا وسكروا الباب وراكم. بتعرف ليش؟ لبرا! انت واحد غاضي ولا؟ نزل ايدك ولا؟ شو عم تعمل ايوب؟ لك عم بعمل لازم اعمله من زمان فيك يا واطي. سنين وايام وانت ماشي وما حدا عم يهديك، سنين وايام وعم تمشيها ارض اشتدي ما حدا قدي. لك ما عندك كبير الا الجمال، لك ابوك ما كان يعرف يضبك ولا كان يعرف يهديك. انا ما ضل شيء ما عملته لحتى تهدى لك يا فواز. لك وبعدين طب لسانك ايوب بلك تضحكي، ما تخليه مد ايد عليك. بدك تمد ايدك علي يا واطي مثل ما مديت على اختك يا قليل الناموس. اسمعوا، لا اللي بمد ايده على حرمه بيكون حرمه مثلها. هلا انا فيني ضل اقتلك لحتى نزل الدم من عيونك، بس ما راح اعمل هيك. بتعرف ليش؟ مشان ما صغرك اكثر يا صغير. هن كلمتين بتحطهم حلقه بايدك. لا اختك نرجس خط احمر، ما بتمد ايدك عليها طول ما انا عايش وعم بتنفس. وما هيك بتضلك اخي فواز اللي بحبه من لحمي ومن دمي. بدك تاخذني غدر كمان يا واطي؟ هي كرمال الغدر يا صغير. طلع فيني ولا؟ من هون ورايح كل شي رح يتغير، لاني انا اللي رح ربيك بايدي هدول. لا تنسى تقفل الحمام منيح، تروح تنام بكير. شو صفدان؟ عم فكر اعمل اللي براسه. بدك نفوت على بيت مرت اخوي يعني؟ شو اول مره نفوت على بيت؟ عم فكر اضرب عصفورين بحجر، منه من قلفه البيت ومنه بنكون عملنا اللي بده اياه. يلا بس ليجي، بس ما تحكي معه حرف ليعبي الطاسه. عبريت؟ عبرت منيح. لي عبرت. الله يصلحك لك بنتي، الله يصلحك. ليش قلتي له؟ ليش يا ما؟ والله ما قدرت خبي، ما قدرت. الله يجيب العواقب سليمة. وتأخروا هدول الاثنين، معقول يكونوا يا عم يتخانقوا؟ بتعرفي إذا تخانقوا مصيبة بدها تصير. يا خوفي يدرق أبوكي. ولي يسعد مساك ابن عمي. مساكي. شو بكي انت وياه؟ شو في؟ ما في شيء ابن عمي، نرجس بطنه عم يوجعها. عم يوجعك بطني؟ اي اعملي له ميرمية بعدين يكون اخذ برد. اي هو هيك يا ابي، رح روح شوف بدرية منشان تعمل لي اياها. يلا يا عمو يلا، لاحقتك انا. خير سلطان؟ لازمك شي؟ سلامتي، ما بدي شي. مين؟ شو هي مين؟ باب عم يندق، ليش ارتعبتي؟ الله يمسيك بانوار النبي زعيم. أهلين سالم، شو عسكرتوه؟ إيه والله هيك الهيئة،
لانه اجى المعلم ايوب ومشانا، قلت باخذ بدريه وبتيسر على بيتي. ايه فوت فوت عمي، فوت لبين ما تجهز حالك فوت. لا لا ما في مشكله، بستناه هون. على كيفه. كنتي بتجنني اليوم يا ستي. يا سعدية، حاسة حالي ولدت من جديد. ايه ها هيك من الأول. ما شفتي شلون ما ضل زلمة بشوارب إلا وقف لك لما فتي؟ ايه والله، أتعريهم متذكريني. معناتها من كل بيت رح ترجعي تشتغلي ما؟ هو هيك. شوفي سعدية، بدي تزبطي لي البيت على 24، يمكن يجي مالك أفندي. وبدي القعدة على كيف كيفك. أكيد رح يجي، مو يمكن. ما شفتي شلون كان رح يأكلك أكل بعيونه؟ أي والله، لكن أنا فايتة أتغسل وأنتي زبطي القعدة. ماشي؟ ماشي، أمرك ستي. شباب شباب، كان انا يعلم علي، انا يعلم علي. هو يا فواز وحياه عيونك لاخذ لك بتارك الليل يا شباب. وحياتك يا فواز، وحط لك هديه لحتى ما تنسى الليله بحياتك. اسمعوني منيح يا قبضة. يا حسب الإخبارية اللي إجتني، الضابطية بدهم يمرقوا من هون، يعني من الدرب الفوقاني، محجوب نيسر. أنا وياكم والشباب وبمعية الله وبمعيتكم بدنا نربطلهم من هون لهون. معلم أيوب، نحن جاهزين وعلمون، والليلة بإذن الله ما لح يطلع منهم مخبي. بعون الله عمي محجوب، بعون الله. بس بدي إياكم يا قبضايا تتذكروا شغلي، ما بدي تطلع رصاصة إلا بإشارة مني. بدنا مثل العادة، أول رصاصة من عنا وآخر رصاصة من عنا بعون رب العالمين. نحن راهن إشارتك وناطرين هاللحظة من زمان. الله محيي أصلك عمي ميسر، الله محيي أصلك أنت وأهل الجبل كلهم. الله حيي معلم أيوب. تذكروا منيح يا شباب، نحن هون لحتى نحمي الشام وأهل الشام. قولوا الله عمي، قولوا الله، قولوا الله يا رجال، يلا يا رجال قولوا الله. معقول يكون غلطت اني حكيتها؟ شو اخي لسه ما نمت؟ اي والله يا اختي، طاير من عين النوم. ليش اخي، فيك شيء؟ لا فكر هيك، موضوع بشير يعني، ما في شي لا تشغلي بالك. الله يهدي بالك وباله. شو كنت بدي اسالك؟ نرجس ما قلت لك انه بدها تيجي؟ ايه بلا، بكره جايه. بس انت ليه عم تسال؟ لا ما في شي. هلا انت مبسوطه انه هي صارت رفيقتك؟ ايه والله ارتحت لها كثير. ايه الحمد لله. انا اكثر شي بيهمني انك تكوني مبسوطه. وانا كمان اخي، بدي اياك دائما مبسوط ومرتاح. ساوي لك شيء تشربه؟ لا 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 تعذبي حالك. وينه بشير؟ بشير اجى تعبان كثير، حط راسه ونام. بس بصراحه وضعه مو عاجبني. ليش بقى؟ مو اشتغل ومشي حاله؟ ايه اشتغل، بس قال مانه مرتاح بنوم ويمكن يبطل. لا حول ولا قوه الا بالله. لك والله رح يجنني هالولد. شبه شو قصته؟
حول ولا قوة إلا بالله. الله يعينك يا أخي شريف. وينه هالصبي؟ إن شاء الله ما يكون تخانق هو وأخوه. الله يهديكي، ليش قلتي له لأخوكي؟ وين بيروح الصبي؟ نرجس نرجس أمي. أيوة. ما أجوا أخواتي؟ ما أجوا، قلبي فاير مثل النار. يا رب تجيب العواقب سليمة. والله ندمانة إني قلت لأيوب. ليكي، أول ما بيجي أخوك أيوب بتفهمي ما يجيب سيرة قدام أبوك بنوبها؟ إيه لكن يا مو لكن، بس المهم هلأ نخلص من هالمصيبة. إن شاء الله ما يفيق أبوكي من غير شر قبل ما يجوا. يعني لو مالك غالي على قلبي ما كنت اجيت. لا والله هاد من حظي مالك بيك. ما صدقت إمتى خلصت النمر لحتى اجي لعندك. ايه هون ناخذ راحتنا أكثر. لو أنا هاد اللي بدي إياه وحياتي شو ما بدك بصير، بس المهم كون مبسوط. يو وحياتك حتكون مبسوط، وهلأ رح ترجيك. شلون؟ اسمع لقلك. قلبي يبعث لك حمالا لم دقاتك لما يا قلبي يبعث لك حمالا لم دقاتك لما ومعذبني ومشرشحني ومعذبني ومشرشحني بهذا الشي ما بيتسمى يا قلبي يبعث لك حمو. يعني حلو الفستان تيتي؟ ما تبني إن شاء الله، ما لقيت عروس أحلى منك. ذكرتيني بأمك بليلة عرسها، صحيح الله حرمني منها بس عوضني فيكي. أنا جاي ورجيك الفستان، مو جاي فتقلك جروحاتك. ولا يهمك حبيبتي، بس أنا كنت حابة تلبسي فستان جديد. لا أنا حابة ألبس فستان أمي مشان تضل روحها معي بالعرس. الله يسعدك دنيا آخرة يا رب. لكن رح أتركك ترتاحي شوي لروح المراية شوف الفستان إذا لازمه شي. تقبشيني إن شاء الله. بحبك كثير تيتي. أنا ما عندي أغلى منك. لك شبك، ليش ما عم ترد؟ شبك يا أمو، شو صاير معك؟ شو في؟ شو في؟ فار قلبي لبين ما أجيت. ليش شو صاير؟ أنت بدك تقلي شو صاير؟ لك بشو؟ لك مو راح لعندك أخوك بعد ما مقصوفت الرقبة قالت له إنك ضربتها؟ إيه إيه أمو، لا تاكلي هم حكينا بالسيرة. يعني ما تخانقتوا؟ هلا مو خناقة خناقة بس تعاتبنا يعني. إيه الحمد لله، بس إن شاء الله ما يقول لأبوك. هلا هو ما راح يقول، بس ما تقوم مقصوفت الرقبة هديك تحكي له. لا لكن لك فكرة ما راح تحكي، بس أنا قلي حكي تاني معك. قلبي من جوا زعلان منك. لا يا عمو ليش الزعل؟ ما بقدر عزعلك أنا. مو وقتها هلأ، فوت هلأ على أوضتك روح نام.
هو هيك. شو هاد؟ هذا كيس فيه اغراض لرفيقي حطوا امانة عندي لا تاكلي همه. ايه ماشي. شوي شوي روح على اوضتك نام يلا. تصبح على خير. وانت من اهلك. يغزى العين ما شاء الله حولك وحواليك. حول صحتك ابن عمي. اسمعيني منيح يا سلمى، انت رح تكوني جوات عيوني وما رح تنضامي طول ما انا عايش. وعد. انا بوعدك كون زوجة صالحة كل ما امر رب العالمين. الله ألف مبروك. الله يبارك.
نحن حرامية يا ريس حرامية. شوفي ما بعرف في اصوات جايه من برا كانه صوت جاي من ناحية بيت الزهير. يا لطيف شو هاد؟ شو عم بيصير فوق الجهاز؟ شوفي برا يا مو. والله علمي علمك يا مو، طالع شوف شو صاير برا. نعم شلون الله لا تطلع. لك شو بقى اطلع تركيني؟ أبو منصور منين جاي العياط؟ كأنه من هون فياض حي لأنا حانت. يا ناس Thank you.
اختي مفواز. مين؟ اختي مفواز اخذوا الزعيم عن مارستان. ولي على قامتي، ليش شو صار؟ سلمى لقوها مقتوله ببيتها واخذوا ايوب هلا على الكركون. ولي على قامتي، ولي على قامتي. لا حول ولا قوه الا بالله. فواز يا فواز. شو في يا ما شو في فواز؟ بدي اعرف مين فات ومين طلع من الحاره اليوم. حاضر سيدي. وانت وين كنت لحتى وصلت اول واحد؟ قولي شو بدي اقول له؟ قل له اني كنت مع الشباب عامل كمين للظابطية. ايوب عم بسألك وين كنت؟ انا كنت بالحمام برهان افندي، كان عندي شوية حسابات وجرت. ايوه طيب كان في حدا معك؟ حدا شافك؟ أيوب هذا الشيء مانو كافي، ساعد حالك لحتى أقدر ساعدك. ليش هيك عملت يا فواز؟ ليش هيك عملت؟ كشفتني، شافت وشي وهي بتعرفني، يعني ممكن تفضحني بالعارة. ولي إذا ما ماتت، إذا ما ماتت رحنا فيها كلياتنا. علم انت لازم تروح على البيت هلا، لانه وجودك هون اكبر غلط، واذا ضليت هون يمكن يصير شيء تندم عليها. مزبوط حكي، الحاله هلا بتكون قايمه قيامتها، امره على البيت وكانه ما صار شيء. لك شو ما صار شيء؟ شو ما صار شيء؟ المهم بتعرف اني نايم بالبيت وهي لواعي مني، شو بدي احكي عنها؟ هدي فواز روح على البيت بعدين بنحكي. انتوا اللي عبيتوا براسي اعمل هيك. لك روح على البيت وبعدين بنعرف مين لعبه على الثاني. روح لك هدو، روح البيت فواز. صرت منه وفينا. اي ولو احلى زلمه بوس اختر باي. من بعدك يا خيي. انا كل شيء عندي قلت لك يا برهان افندي. انت بورطه كبيره يا ايوب. داخل على عرضك يا برهان افندي. داخل على عرضك بدي اروح اشوف ابي. شلون بدي بعدك يا ايوب؟ شلون؟ والله لو كان علي كنت بعتك وما سألت عن شيء، وانت بتعرف معزتك عندي. المعنى؟ المعنى اني مضطر اني احتجزك عندي هون لحد ما نعرف شو اللي صار الليلة. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. مثل ما عم اقول لك سيدي، يعني لا حدا فات ولا حدا طلع. معنى كلامك انه ما شفت حدا غريب فات او طلع من الحاره؟ بتاتا. اساسا انا قاعد وعيوني صاحيه 10 على 10، يعني لو شفت حدا اكيد كنت وقفته. شو هالقصه هي؟ يعني مين هدول اللي فاتوا على بيت الحجه ام زهير وعملوا عملتهم؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا سيدي. باب عتم. حكيم شو؟ قل لي من شان الله. نرجس هدي حالك شوي، انت لو انك ما بتشتغلي معنا ما كنت سمحت لك تفوتي. ابوك حالته خطره وهلا فات بحاله غيبوبه، بده 24 ساعه على الاقل ليزول الخطر. يا
يا بوبا يا بي يا بي عم تسمعني؟ أبي رد علي رد علي إن شاء الله يا أبي نرجس يا أبي إن سمحتي إن سمحتي إن سمحتي تفضلي والدتك برا تفضلي إن سمحتي حاضر بس رح يقوم من النمام أبوكي شو بها؟ اهدي يا ماما ما في شي فوت لعنده يا ماما الدكتور قال ما لازم حدا يفوت لعنده نرجس شو مخبي علي؟ مالي مخبي شي بدي شوفه يا ماما بعدي بدي شوفه يا ماما وين راحوا هدول؟ وين راحوا؟ مين؟ فواز؟ مين؟ افتح انا ابو دحام يلا يلا علينا ابو دحام لك شو عم تساوي هون؟ روق شباك شو صاير معك؟ ابوك بالمرستان حالته خطيرة ما بتطمن بنوب شو عم تحكي انت يا ابو دحام؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وامك واختك حالتهم بالويل امشي امشي بحكي لك على الطريق شري لك شو عم يصير يا اسعد شو عم يصير والله يا سيدي انا ما عم بقتنع انه ايوب يعمل هيك ايوب اذا بشوفه بعيوني هدول ما بصدق وانا هيك عم بقول بس مين عامل هالعمله هدول غرب من برا الحاره عموما لا الزعيم شو اخباره هذا الزعيم بالمرستان وحالته خطره والحج ام زهير كمان بالمرستان وبين الحياة والموت لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أدعي لله تتعافى الحجة أم زهير لأنه هي الوحيدة اللي لحدلنا على المجرم الحقيقي قوم لا تروح قوم يا سلطان قوم لا تتركني لحالي قوم شو بدي أعمل بتبات قوم يا زعيم Yeah.